أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب رصد 618 مخالفة دعائية انتخابية على مستوى الدوائر الانتخابية في المملكة، وشملت المخالفات التي رصدتها الهيئة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي للدعاية بطرق غير قانونية وتركيب يافطات وصور على الأعمدة والجدران، إضافة إلى استخدام شعار الهيئة المستقلة للانتخاب، كما تضمنت النشر عبر مواقع إخبارية إلكترونية واستخدام شبكات الاتصال لإرسال رسائل نصية قصيرة دعائية، فضلا عن رصد حالات تأثير على إرادة الناخبين بالمال وفتح مقرات انتخابية في مختلف الدوائر. وللمزيد مشاهدينا ينضم إلينا عبر الهاتف الناطق باسم الهيئة المستقلة للانتخاب محمد خير الرواجدي. أهلا وسهلا بك. يا أهلا ستي، مساء الخير. بداية أستاذ محمد، نتحدث عن الآلية التي يتم اتباعها في التعامل مع هذه المخالفات، وهل يتم متابعتها من قبل الهيئة لمحاسبة مرتكبيها؟ تفضل. بداية مساء الخير، يعطيك ألف عافية. هذه المسألة، مسألة المخالفات التي ترصدها الهيئة من جهة، أو التي يعني يمكن أن تكون مقدمة للهيئة بشكل شكوى أو ملاحظة وردت من متابعين أو مهتمين. المسألة هنا الركن الأساسي فيها هي الاستجابة السريعة لإزالة المخالفة أينما جاءت، سواء كانت تعليق يافطات في الشوارع أو على نشر دعاية انتخابية على مواقع التواصل الاجتماعي، أو حتى رصد أي محاولات، وهذا الأهم، للتأثير على الناخبين بالمال. نعم. وهذه المسألة يعني ما توصلت إليه الهيئة قبل أسبوع أو 10 أيام، توصلت إلى حالتين، أحالتهما إلى الادعاء العام، وبالتالي الإجراءات تكون ملك القضاء. نعتقد في الهيئة المستقلة للانتخاب بأن هذا الجهد يجب أن لا يكون جهد فرد، بل جهد جماعة على جميع الجهات المختصة وعلى جميع المواطنين وعلى جميع الأحزاب نفسها، أن تبادر في الكشف عن مواطن الخلل وأشكال المخالفات التي تحدث، سواء كانت جسيمة بمنطق يعني يمكن إحالتها إلى القضاء، أو غير جسيمة يمكن التعامل معها بالإزالة الفورية من خلال اللجان الميدانية أو من خلال الاتصال المباشر بالشخص المعني ليتم يعني حذف منشوره أو مخالفته. فبالتالي المسألة هنا تكون أشبه بالرقابة على مدار الساعة. نعم. المطلوب منها هو أن يكون لرصد هذه المخالفات جهد جماعي، حتى يتسنى لنا فعلا من إجراء انتخابات خالية من المخالفات والمثالب والانتقادات فيما يتعلق بهذه المسألة. وبظني أن يعني ليست كل الشكاوى التي ترد إلى الهيئة قد تكون صحيحة. نعم. هناك شكاوى يستخدمها البعض حتى يعني بشكل كيدي، وهذا مفهوم ضمن المنافسة بين المرشحين أو المترشحين المفترضين للانتخابات النيابية لمجلس النواب العشرين. في هذا المجال نحن نتحدث عن منظومة عمل متكاملة، والأصل بالأشياء أن تكون هذه المخالفات غير موجودة، لكن ما زلنا على طريق أن نتأكد أو أن نصل إلى يعني ممارسات انتخابية تماما مطابقة للقانون وشروطه وأحكامه، وأيضا بعيدة كل البعد عن فكرة المخالفة، سواء من المترشح أو من المؤازر أو من أي جهة كانت، سواء حزب أو غير ذلك. نعم. أيضا أستاذ محمد، يعني نتحدث في موضوع الرشوة الانتخابية والحزبية، ما هي الإجراءات التي تتخذها الهيئة للتصدي لهذا النوع من الجرائم الانتخابية؟ نعم، وهذا سؤال في غاية الأهمية حتى نوضح ما هو دور الهيئة تماما في هذه المسألة. دور الهيئة المستقلة للانتخاب فيما يتعلق بالأحزاب هو فقط الإشراف والمتابعة على تطبيق أحكام القانون. نعم. نحن لسنا جهة ذات صلاحية فيما يتعلق ب
التحقيق بممارسات حزبية داخلية لم يتم التقدم بشكوى حيالها، ولم يتم تقديم بينات حولها حتى تتحرك الهيئة وتتحقق من سلامة الشكوى وسلامة البينات، ثم تطالب بتصويب هذه المخالفة إن وقعت، وبغير ذلك تحال المسألة إلى القضاء. هذا من حيث الممارسة، يعني ما مسؤولية الهيئة فيما يتعلق بملف الأحزاب. نعم. أما إذا كان هناك ممارسة للتأثير على إرادة الناخبين في المال، سواء كانت هذه الممارسة حزبية أو كانت فردية، فإن الهيئة إذا ما ثبت لها ذلك فإنها مباشرة ومن خلال لجنة مختصة داخل مبنى المستقلة للانتخاب تستدعي الأطراف المعنية، تتحقق من سلامة الشكوى، ثم إحالتها إلى الادعاء العام، حيث هناك تكون أو يكون الادعاء العام هو صاحب الاختصاص. نحن لا نستطيع التحرك إلا إذا توفرت لدينا شكوى معززة بالأدلة والبينات، ويكون هناك يعني مسؤولية على المشتكي أو المتقدم بأن يثبت صحة الأدلة التي بحوزته. هذا يعني بهذه الحدود تكون مسؤولية الهيئة. بغير ذلك يعني لن تستطيع الهيئة أن تداهم مقرات الأحزاب مثلا، حتى يعني تتأكد من طبيعة الممارسات الداخلية. كما تعلمين فإن النظم الداخلية للأحزاب استطاعت بشكل أو بآخر أن تضع أطر للمسؤولية والمحاسبة داخل الحزب. إذا ثبتت هذه المخالفات على الحزب نفسه أن يتحقق منها وأن يعاقب المخالف وأن يتجاوز هذه المسألة. نحن ما زلنا في بداية الطريق، هناك حديث كثير يشوش ويشوه بعض الممارسات الحزبية الإيجابية، فعلينا أن نتوقف قليلا وأن نتأكد من صحة المعلومات التي يعني لا مجال لإثباتها إلا ببينات وأدلة. بغير ذلك نعتقد بأننا سنكون غير إيجابيين فيما يتعلق بمنح الأحزاب الفرصة الكافية لخوض غمار المنافسة على المقاعد المخصصة للأحزاب في الدائرة العامة. نعم، الناطق باسم الهيئة المستقلة للانتخاب محمد خير الرواشدي، شكرا جزيلا لك.